من خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر النقابات المهنية في رام الله، أعلن عن تشكيل نقابة صيادلة فلسطين ومقرها القدس، بالإضافة لإعلان قانون نقابة الصيادلة، والذي جاء بعد مصادقة الرئيس محمود عباس في الرابع من تموز الماضي، والذي جاء بعد مصادقة الرئيس محمود عباس عليه في الرابع من تموز الماضي، ويهدف إلى فك الارتباط النقابي مع صيادلة الأردن والسعي نحو بناء متكامل لدولة المؤسسات. يهدف إلى رفع مستوى مهنة الصيدلة وتنظيمها وحمايتها والدفاع عنها والمحافظة على حقوق ومصالح وكرامة الصيدلي. بإمكاننا إنشاء صندوق تقاعد وضمان اجتماعي للصيادلة لتأمين حياة كريمة لهم ولعائلاتهم، بالإضافة أنه بحافظ على أداب المهنة، بشجع البحوث العلمية خاصة في علم الدواء. ممكن يكون لنقابة الصيادلة دور فعال في التواصل مع اتحاد الصيادلة العرب واتحاد الصيادلة الدولي. وبإقرار قانون الصيادلة، فإن الهدف الأسمى سيتخطى رفع مستوى مهنة الصيادلة وتنظيمها وحمايتها والدفاع عنها، بل ويحافظ على حقوق ومصالح وكرامة الصيدلي، وصولا لإنشاء صندوق تقاعد وضمان اجتماعي لتأمين حياة كريمة لهم ولعائلاتهم. اليوم بإمكاننا عمل نظام تقاعد وضمان اجتماعي للصيادلة، بحيث أنه زملائنا يكون عندهم تقاعد لضمان حياتهم المستقبلية، إضافة لأنه من المفروض في أجيال تأتي وأجيال يعني تستريح، حتى يكون في عجلة دائمة لهاي المهنة وزملائنا وتطلعاتهم، وإن شاء الله أنه بتكون يعني مقدمة جيدة وممتازة ومقدمة يعني مقدمة خير لهاي المهنة، لتنظيمها لترتيبها كل الشوائب والأغلاط والإشكاليات القائمة إنها تتلاشى بشكل قانوني وجيد جدا إن شاء الله. القانون مهم جدا، لأنه في فئة صيادلة اللي تخرجوا منذ عام 1992 لم يتمكنوا من الالتحاق بالضمان الاجتماعي أو التقاعد. كان المفروض في تلك الفترة أن يتم تشكيل قانون لصيادلة فلسطين، لأن صيادلة فلسطين انفصلت عن نقابة صيادلة الأردن. فهذا القانون يأتي طبعا هذا بعد عدة اجتماعات مشتركة مع النقابة والوزارة، وطبعا مصادقة مجلس الوزراء عليه وعدة مشاورات مع الشؤون القانونية، لا طلع لحيز الوجود. طبعا كل الشكر للجهود التي بذلت في سبيل هذا الإنجاح. تطوير القوانين العاملة واستبدالها بما هو فلسطيني بامتياز هو المحاكاة الحقيقية والواقعية للتحديات المستمرة في مهنة الصيادلة، حتى أن آخرين يرون أن هذا التطور هو انعكاس لحلول فعالة ولإجراءات يكفلها القانون للحد من هذه التحديات. لتلفزيون الفجر الجديد، خالد بدير.